أكد مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني خالد عبد العزيز أن لجنة الشباب ستركز على ريادة الأعمال وذوي الإعاقة. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى جلسات النقاشية في الحوار الوطني. عندنا كمان في لجنة الشباب هيكون في موضوع ريادة الأعمال سواء للشباب أو لذوي الإعاقة، وربما كمان يتطرق الأمر لبعض الأمور الأخرى يعني حسب الوقت، لأن في قضايا كتير جدا. فاتفقنا أن احنا نبدأ بهذه القضيتين في الشباب وبالقضيتين دول في الصحة، لكن ربما يكون في الجلسة الثانية ربما يكون في إضافة لهذا الأمر يعني لبعض القضايا الأخرى حسب عدد المتحدثين وكده. لكن أنا شايف أن الموضوعين سواء التأمين الصحي والرعاية الصحية ومستشفيات الجمعية ده موضوع مهم جدا في الصحة، وريادة الأعمال والتمكين ذوي الإعاقة أنا أعتقد برضو أنها من الموضوعات المهمة جدا، فأنا شايف أنهم برضو موضوعات قيمة يعني للبدء بها في الصحة والشباب يعني.